وينضم إلينا أيضا هاتفيا الدكتور عبد الهادي الخضير رئيس اللجنة التحضيرية للتشريعات القضائية. أهلا بك معنا في التاسعة. بداية دكتور، ما هي الخطة العامة للجنة وممن تتكون هذه اللجنة ومن يتعاون معها؟ أولا حياكم الله جميعا ومساء سعيد. أهلا وسهلا. لجنة التشريعات، إعداد التشريعات، شكلت بأمر ملكي برئاسة صاحب المعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، وعضوية معالي وزير العدل وأيضا معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومعالي رئيس ديوان المظالم واثنين من المتخصصين من في القانون. اللجنة مهمتها الأساسية وفقا للأمر الكريم الصادر بإنشائها هو إعداد أربع تشريعات قضائية، أربع تشريعات تأسيسية، وهي نظام المعاملة المدنية ونظام العقوبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات. نعم، أحد الأنظمة التي تم ذكرها هو نظام الأحوال الشخصية، ما هي أبرز النقاط التي تضمنها هذا النظام وما هي القيمة التي يحملها النظام للأسرة؟ نعم، الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع، هي نواة المجتمع السعودي. النظام ركز على أهداف واضحة بأن يحافظ على استقرار هذه الأسرة وأيضا يؤطر العلاقة بين أفرادها ويحمي حقوقهم، أيضا يحسن وضع الأسرة والطفل، وأيضا يقيد السلطة التقديرية للقاضي بحيث يعزز استقرار الأحكام القضائية ويمنع الفردية فيها ويحد من تباينها في المسألة الواضحة. ومن الممكن وفقا لسؤالك أنه نذكر من أبرز ملامح النظام بشكل واضح، أنه النظام حدد السن الأدنى للزواج، أيضا النظام أكد على يعني حقوق الطفل وحقوق الطفل في النسب، حقوق الطفل في الرعاية، حقوق الطفل في النفقة، حقوق الطفل في الحضانة وغير ذلك. أيضا النظام بشكل واضح وصريح أسس لمنع مساومة بالأطفال بأي حال من الأحوال، وأيضا راعى مصالح المحضون والأطفال في المقام الأول عند تقريره حق الحضانة. النظام أيضا عالج المسائل المتعلقة بالمرأة، حمى حقوقها، أكد على حقوقها في أكثر من جانب، وكما ذكرت أيضا راعى بشكل واضح استقرار الأسرة. هذا الميثاق الكبير جدا هو الميثاق العائلي، بحيث أنه هذا نواة الأسرة وهي نواة كل مجتمع استقرار الأسرة فيها. سمو ولي العهد في تصريحه أمس أشار لهذا الأمر، أشار لأهمية هذا الأمر وكم كان هذا مؤلما للأفراد والأسر. وبإذن الله عز وجل مع صدور هذه التشريعات تنتفي كثير من الممارسات في سواء خارج إطار القضاء أو في المحاكم، وبإذن الله سيسهم هذا في تعزيز العدالة. نعم، بشكل دكتور بقي لدينا أقل من 30 ثانية، بشكل سريع يعني ماذا عن العقوبات البديلة المشار إليها؟ هل ستلغي هذه العقوبات السجن؟ نعم، العقوبات البديلة، يعني نظام العقوبات راعى الآثار السلبية الناتجة عن السجن وأنشأ فصل خاص تعلق بالعقوبات البديلة للسجن رغبة منه في تخفيف الآثار السلبية تلك العقوبة وفق شروط واضحة وفقا للنظام. نعم دكتور عبد الهادي الخضير رئيس اللجنة التحضيرية للتشريعات القضائية، شكرا لك.